ما تحب تدخل بالمدرسة؟ بس يعني ما تقدر. عندك اخوان اكبر منك يشتغلون؟ عندي اخوي كبير عمره 17. ليش ساعة تجي لهنا؟ اجي بثمانية. ليش هاي ليش تبيعها؟ هاي؟ اثنين بلف حجية. اثنين بلف. اشتري من رضا. بيعنا هاي شنو السوالف؟ هاي جدد؟ لا ها مستخدم بالا يعني؟ منين هاي جبتهم؟ هلا شوفني خلي اشوف. حلو هذا مال شتا يدفي جو الملابس مو؟ شو اسمك انت؟ رضا. اقعد رضا اقعد خلي اتعرف عليك بياصف. والله ما بشتغل هناك. لا والله عجب. والله نشتغل هنا. وين بيتكم انت؟ انا بالعظمية. من اللي يجوا وياك؟ ابوي هناك. عمي يبيع ملابس ابوك؟ اي يبيع ملابس. ناس تشتري منكم؟ ايش بي السوق؟ تعبان. يعني ماكو شغل؟ ها؟ ماكو شغل. زين رضا ايش قد عمرك انت؟ 13. اي رضا اي شوي حالتنا الماديه تعبانه فما دخلت مدرسه. اي طلع اشتغل. شغل زين هنا؟ والله حسب نبيع حزام يطلع 16 10. لمن توديهن؟ طيب محمد ابويا يوفي علي. قاعدين بالايجار انتم؟ اي. رضا شنو امنيتك بالحياه؟ امنيتي؟ اي. اتمنى اعيش امي واتمنى امي تبقى بسلامه. ان شاء الله تعطيها الصحة والعافية. انت شو اسمك؟ انا كاظم. كاظم شلونك كاظم؟ زين. قد عمرك؟ 14. بالمدرسة؟ لا مبطل. مبطل لو ما مسجل؟ اخواني اخوان. انت اخوه؟ حبيبي يعني انت اخوان اثنيناتكم. الله يحفظكم ان شاء الله. شنو امنيتك انت كاظم؟ انا عايش اهلك؟ ان شاء الله يعيشون بجاهك وبجاه ابوك وبجاه اخوك رضا. حبيبي عاش صديقي كاظم ورضا مو؟ كاظم ورضا هنا باب معظم بالقرب من المعهد. اللي يريد يجي يشتري من عندهم سوي لهم اعلان مجانا. ذني يبيعون ال 2000 يعني الوحده ب 500 دينار مالت اطفال. كاظم ورضا حبابين يتمنون انه اهلهم يعيشون بسلام ويعيشون اهلهم. لكن للاسف احنا عندنا طفوله ما ماخذه حقها بالعراق. يعني الطفل اللي ترك المدرسه في سبيل انه يعيش اهله، الطفل اللي ما شاف المدرسه وما قعد على رحله وما قلب كتاب. انتم تقرون تكتبون ولا لا؟ لا ما فيه. يعني ما تقرون تكتبون؟ حتى قرايه وكتابه ما. فهذول الاطفال خطيتهم برقبة من اعرف خطيتهم برقبة من. مو بس رضا وكاظم، هواي من ذول الاطفال اللي باعمارهم للاسف ما حد ملتفت لهم.